بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسرنا في هذا اللقاء المبارك وبحضور معالي مدير الجامعة الشيخ سليمان وبحضور الإخوة كافة، يسرنا هذا اللقاء ونرجو الله أن يوجهنا إلى ما فيه الخير وما فيه المصلحة للجميع. أيها الإخوة، لا شك أن التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن تعليم الناس ما ينفعهم في دينهم أولاً وفي دنياهم أن هذا مسؤولية الجميع، ولا سيما مسؤولية أهل العلم، فإن المجتمع الإسلامي على وجه الخصوص والمجتمع البشري على وجه العموم بحاجة إلى التوجيه والإرشاد والتسديد، وهذا ميسور بحمد الله، كتاب الله بين أيدينا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ومنهج السلف الصالح بين أيدينا، فإن كان من تقصير أو خطأ فهو منا، ولكن نرجو الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنكم ما قصرنا فيه وهو كثير، وأن يتقبل ما فيه الخير وإن كان قليلاً فإنه مبارك. أيها الإخوة، لا شك أن هذه الجامعة أنها إن شاء الله جامعة مباركة وجامعة للخير، جامعة للخير فيما ينتشر منها من علم نافع وعمل صالح وتوجيه سليم، فهي عين معين ولله الحمد بالعلم والعمل والتوجيه والإرشاد، فهي جامعة مباركة يرجع أجرها وثوابها إن شاء الله لمن أسسها، وهو الملك عبد العزيز رحمه الله، وبتخطيط ورعاية وتوجيه من سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم المفتي العام، وأيضاً بعمل دؤوب من القائمين عليها منذ تأسيسها وإلى الآن وإلى ما بعد الآن إن شاء الله. هذه الجامعة جامعة مباركة، تخرج منها الوزراء، تخرج منها القضاة، تخرج منها الدعاة، تخرج منها علماء اللغة وعلماء الشريعة وعلماء أصول الدين، وكل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن
بركة هذه الجامعة العريقة التي نرجو أن تكون أسست على البر والتقوى. ولا يعني هذا أن الجامعات الأخرى في المملكة ليس لها جهود، بل لها جهود موفقة ونافعة، كل جامعة بحسبها. فالمجتمع بحاجة إلى التخصصات النافعة الدين والدنيا، ولكن هذه الجامعة جامعة مباركة ظهر ذلك من آثار خريجيها فيما يقومون به من نفع للأمة على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهما المصدران الوحيدان للدين والدنيا، وما ينفع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والحمد لله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأيدينا وفي مناهجنا الدراسية وفي حلقات العلم المساجد وغيرها، كلها تنهل من هذين المصدرين الكتاب والسنة. وهذا من لطف الله بنا وتيسيره ورحمته بنا. العالم الآن كما تسمعون تعج به الأفكار المتطرفة والمنحرفة، وأهل الشر يصولون ويجولون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. الحمد لله رب العالمين، نحن على بصيرة من أمرنا وعلى هدي من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يتمثل في مناهج الدراسة في هذه المملكة الأنوار، من الابتداء إلى الدراسات العليا، وهي تنهل من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هدي السلف الصالح، مما ظهر أثره على هذه الجامعة وأمثالها. وسيستمر بإذن الله، ونحن والحمد لله نعيش في سعادة وطمأنينة وخير على هدي من كتاب ربنا وسنة نبينا وسيرة سلفنا الصالح. لقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحمد لله، هذه الجامعة وأمثالها وكل مرافق التعليم في هذه البلاد كلها تنهل من هذا المنهل الصافي العدل المبارك، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسير على منهج السلف الصالح، على منهج السلف الصالح والطائفة الباقية المنصورة
إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. والله تكفل بحفظ هذا القرآن، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله، القرآن بين أيدينا لم يغير منه حرف واحد كما أنزله الله سبحانه وتعالى، محفوظ بحفظ الله. وإنا له لحافظون. كانت الأمم السابقة من اليهود والنصارى كانوا مستحفظين على ما بأيديهم من كتاب الله، استحفظهم الله على كتابهم فضيعوه وحرفوه وبدلوا وغيروا. إلا هذا القرآن الكريم فإنه كما أنزله الله لم يغير ولم يبدل، غض قريب كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يستحفظ عليه البشر، وإنما قال: وإنا له لحافظون. والله هو الذي حفظه ورد عنه كيد الكائدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولم ترِ الكافرون. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بهذا الكتاب. الكتاب محفوظ، ومن تمسك به فهو محفوظ، لكن المشكلة من أفلتت يده من هذا الكتاب فإنه هالك. ولا يهلك على الله إلا الخاسرون. فنحن لا نخشى على القرآن أن يبدل أو يغير أو يضيع، لأن الله تكفل بحفظه. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وإنما نخشى على أنفسنا، لأننا إذا فرطنا في هذا الكتاب فضيعنا هذا الكتاب، ضعنا وخسرنا. وإن تتولوا استبدل قوما غيره ثم لا يكون أمثاله. طيب الله لهذا الكتاب من يقوم به، وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحق، سواء كانوا في المشرق أو في المغرب أو في أي مكان. طيب الله لهذا الكتاب من يحفظه ويقوم عليه ويبلغه للناس. فالكتاب محفوظ لا نخشى عليه، لكن نخشى على أنفسنا أن تهلك أيدينا من هذا الكتاب فنهلك. والحمد لله، هذه الجامعة وأمثالها وكل دور التعليم ولله الحمد في هذه البلاد مناهجها قائمة على الذين آمنوا هذه واحدة، عملوا الصالحات هذه الثانية، تواصوا بالحق هذه الثالثة، تواصوا بالصبر هذه الرابعة. أربع مسائل في هذه السورة الوجيزة، من حققها حقت له السعادة عاجلا وآجلا، من فرط فيها ضاع وضل وغوى، ومن فرط في شيء منها كان عنده نقص لا بد أن يلتفت إليه وأن يستكمله. تعلمون أن هذه العقيدة الصحيحة تدرس والحمد لله في هذه البلاد، في مدارسها، في معاهدها، في كلياتها، في مجالسها وحلق
المشايخ تدرس والحمد لله، وكل يأخذ منها ما يسر الله له. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل يأخذ بقدر ما يسر الله له، ولكن على هدي السلف الصالح، ونرجو لها الاستمرار، ونرجو لها البقاء والدوام، فإن العالم كله بحاجة إلى هذه الجامعة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، والفقه هو الفهم، أي يفهمه هذا الدين المبارك. ولا يحصل هذا التفهيم وهذا العلم إلا بالتعلم، سواء في الجامعة أو على أهل العلم في مجالسهم. فلنحرص على أن نكون من حملة هذا الدين، وأن نكون من الدعاة إليه، وأن نكون قبل ذلك من العاملين به في أنفسنا، فإن هذا طريق النجاة، هذا طريق السعادة، هذا طريق الفلاح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالبيان، خط في الأرض خطا مستقيما، وخط على جنباته خطوطا، وقال للخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للخطوط التي على يمينه ويساره وهذه سبل، هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، فمن خرج عن هذا الصراط المستقيم وقع في هذه السبل الشيطانية. ليحذر الإنسان وليحرص على أن يسير على هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن ندعوه، أن يثبتنا عليه في كل ركعة من صلاتنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ مذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسبنا أولئك رفيقا. هذا الصراط المستقيم، وهؤلاء أهله السائرون عليه. فلتحرص وفقك الله، وتنظر في موضع قدمك، هل هي على هذا الصراط المستقيم أو هي على غيره من السبل. احرص على ذلك وانتبه ونبه وحذر عن الخروج عن هذا الصراط المستقيم الذي طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه بأيدينا، فمن حاد عنه أو ضل عنه وقع في الهلاك، ومن تمسك به وسار عليه نجا. ولكن تنبهوا أن من تمسك بهذا الصراط المستقيم سيبتلى وسيمتحن وسيعادى،
وسيقال فيه ما يقال من التنفير والتسخير، ولكن المسلم يصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آيا كثيرة، وإن تصبروا تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الأمر واضح لله الحمد، وأنتم الحمد لله على مدرجة طيبة في هذه الجامعة المباركة. مقرراتكم ومناهجكم والذين يدرسونكم من أهل العلم، أنتم على هذا الطريق، ولكن احذروا أن تزل أقدامكم وأن يؤثر عليكم دعاة الضلال وأصحاب الشائعات وما أكثرها. لقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يخرج الرجل من بيته فيكذب الكذبة تبلغ المشارق والمغارب. في لحظة كان الناس يقول كيف تبلغ المشارق والمغارب؟ جاءت وسائل الإعلام، هذه وسائل النشر والبث والتواصل، فظهر ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم: علينا جميعا أن نعتصم بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.